الخطوط المبكية للشاعر الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هدمت من حول قوم الأبنية، أفرغت مما حوته الأوعية، داهم الثلج رباهم، ما لهم منزل يمنعهم أو أكسية. في يدي إعلامهم قنبلة وحكايات ضياع مؤذية، قلت صرح، قال لي كلا، أما يفهم العاقل معنى التورية. يلطم الباغي قفا أمتنا وهي تجري حوله ملتوية، تعشق الجاني عليها، ترتمي عند بابه خائفة مستجدية، سل ضجيج الليل عن صرختها وعن الطهر القتيل الأقبية، رب وجه أبيض اللون محا لونه الأبيض لون المعصية. أترى أمتنا تصحو وقد أصبحت في لهوها مسترخية؟ أيها السائل عنها لا تسل عن صراع الأذرع المستخفية، ربما تصحو إذا داهمها قرمطي فجر يوم التروية، ربما تصحو ولكن بعد أن تتولاها المآسي المعدية. آه لو تعرف معنى صرختي، سر هذه الحسرة المستشرية. آه لو تعرف كم أطلق في لجة الليل سهام الأدعية، أمتي لا تنكري إني أرى بين عينيك الخطوط المبكية.